تاني حاجة وبرضو من أشهر الحاجات هو المكسر. طبعا الحاجات دي أخدناها يعني في تالتة إعدادي، بس المقاومة وكده، بس مظنش إن حد فاكرها. المكثف بترسم في الدائرة الإلكترونية كده، وطبعا دي رسومات تانية لو مكثف متغير أو كده، لكن عموما دي رسمة المكثف العادي. المكثف فكرته زي فكرة خزان المية، لو عندنا مية اللي هي الكهرباء يعني، وعايزين نخزنها وبعدين نستخدمها، فبندخلها في خزان ميه، وبيكون في الناحيه الثانيه في الخزان ده سلك او ماسوره ثانيه بتطلع الميه دي. هي فكره المكثف بالظبط، هو بياخد الكهرباء بيخزنها فيه. وده تاني اشهر يعتبر، هو شبه البطاريه بس مش بالظبط، هو مش بيتشحن زي البطاريه بتشحن كتير، لكن ده ليه حد معين، هو يا دوبك بيتشحن وبيفرغ.